اذا بنقول عن نحكي بكلمتين باختصار عن طفوله محمد المجذوب، فينا نوصفها بهذيك الطفوله السعيده؟ ما كان في شيء متعبك؟ ما كان في شيء قلقك غير انك توقف على المرايه وتعمل حالك مطرب وتسفي؟ يعني كانت احلام بريئه، ما فيها صعوبه، ما فيها، بس اكيد عندي كان حلم كبير، عندي شغف كبير انه اوصل من عمر فعلا صغير، بس كانت فعلا حياه جدا بسيطه وحلوه. يعني بهيدا العمر ما كان في هيدي الهموم، ما كان في، كان الواحد على طول مبسوط وما عنده شيء يفكر فيه ولا في شيء. مثلا انا اسفه بس يعني اوكي حكينا عن السايد الحلو والمشرق، ما في شيء هيك معتم نتفه جرح معين بطفولتك، ولو موقف خوفك يا عمي من العتمه، من شيء، من اي شيء؟ هلا يمكن ايه، بعض الاوقات يمكن في قصص بخاف منها. انا مثلا كنت خاف كثير من المناطق المسكره يعني. اوكي. ايه من صغري لهلا يعني عندي هيدا الخوف. كان هلا هيدي نص فوبيا، مش فوبيا نص. وما كنت فعلا ما كنت بتذكر هيدا، ما كان في هيدا الهم الكبير اللي كان موجود يعني، الا ما يكون شغلات تصير مثلا تزعجني تضايقني، بس انه ما كثير بتذكرها يعني. ما كثير تخطر على بالي. ايه اكيد. طيب بالنسبه للاماكن المغلقه كيف بتسافر بالطياره؟ اقول لك بتاخذ طياره شباكها بينفتح ولا؟ لازم كون قاعد على الشباك. يعني حتى لو قاعد على الشباك بس هو في باب مقفول خلص، انت شو؟ هلا ما كثير يعني، هلا يمكن الاليفيتر شوي بخوفني بعض الاوقات، لانه صارت حادثه ثقيله معي بوقت من فترة يعني، هبط الاسانسير فيني ونزل لتحت. ايه. وصرنا تحت الارض وبطلنا عم نقدر يعني، ما بقى طلع التليفون بدي دق، ما في كونكشن. ايه. وقتها فعلا كثير ما كنت معك. كثير انزعجت وكثير تضايقت. بعدين انحلت الحمد لله يعني. قد ايه اخذت وقت على الصريخ؟ شي 5 دقائق بس، من اصعب 5 دقائق. بيمروا 5 سنين هدول. بيمروا 5 سنين. كانوا كثير ثقيلين. طب هلا بس انا بجرب قد ما كان، شو ما كانت الحالة، قد ما كانت صعبة انه انا اتغلب عليها يعني. ما بحب كون، ما بحب اذا كثير تعبان اخذ دواء على طول، بحب انه انا ما اتعود على شيء معين. من انت وصغير طبيعي يعني. من انت وصغير. من انا وصغير لهلا. الله شو بحبك، شو بتقول عن هي الغنيه اللي اخذت اصداء يعني الى اول ما الى اخر؟ انا واحده من الناس اللي اذا بسمعها يعني على فكره كثير حلوه بصوتك يعني، بتلمس القلب هيك يعني، تبع حدا عم يصرخ ويقول الله شو بحبك. شو بتحكي لنا عنها؟ غنية يعني الحمد لله هي توفقت فيها كثير فعلا. وقت رحنا عم نسمع الغنية دقيت الباب على هشام بولس، هي الغنية مثل ما بقولوا حيكوها على صوتي على صوتك يعني. ولبقت لك. ايه الحمد لله، نشكر الله. فتح الباب، رايحين نسمع نحن يعني دغري على الباب، الله. قلت له بس اخذنا الغنيه، اخذنا يعني. ولا كفاها. ولا خلص. بتحس الغنيه مرات هيك بتشبه البني ادم، لها قبول؟ طبعا. صح؟ طبعا عندها قبول وعندها هويه وعندها يعني عندها معجبينها اليوم. في اغاني يمكن ما بتحب هيدا النمط من الـ بس الا ما يسمعها يعني، الا ما انه بمطرح معين يقول اه شو حلو.